السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه hybar.io، ده بيخليك لو انت شغال في موضوع البرمجة ما تقعدش وقت كتير على ما تكتب الكود، هو بيخليك تعمله بطريقة سهلة جدا ويديك الكود زي ما انت عايز. طيب خليني اقول له انا عايز اجرب try it now، فبيقول لي انت عايز ترسم ايه، ماس ولا عايز ترسم هايبر ولا عايز ترسم كور ولا فساد؟ بقول له ماشي خلينا الفساد. فبيبدأ يديني ان انا اغير في الانبوت دوت، او بيديني اشكال جاهزة وانا اختار منها واقدر اعدل عليها زي ما انا عايز، مثلا بالشكل دوت، شيل شكل هما موجودين. تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، وليكن مثلا اختار حاجة زي كده مثلا. فهو بيبدأ يحسبها، بيقولك البدن الكواليتي قد ايه، كل الحاجات دي بيبدأ يحسبها لك اهوت. طيب وبعد كده تقدر تعمل تصدير لجيسون والجي اي تي اف والاي اف سي، يعني ممكن تحمل الملف دوت كملف اي اف سي او جيسون او جي اي تي اف. بتدوس هنا جيسون فبيبدأ يحمل لك الملف دوت مكتوب فيه شفرة الكود زي ما انت عايز، او ممكن تحمله كملف اي اف سي. تمام، ممكن تقول له اكسبلور يظهر لي الحاجات اللي موجوده. تمام، ممكن تقول له بقى انا عايز مثلا هايبر ستارت، اهي تقول لي اختار اللوكيشن، ممكن تبدا بقى تختار ايه كذا حته. تمام، او ممكن يديك 20 اوبشنز، فبتحمله وتبدا تختار، هو يروح يحولها لك الكود زي ما انت عايز، فبيبدا يحسب لك الاريا ويبدا يحسب لك الحاجات دي كلها، وتقدر تحمل ملف الاي اف سي دوت زي ما انت عايز.